المدارس والجامعات نظام تعليمي في العالم كله عايزك تبقى موظف خادم تخدم اللي احسن منك. التعليم ملهوش لازم. المدرسة ما بتدكش علم، انت هتضيع من عمرك 20 سنة عشان في الاخر كل اللي هتتعلمه هو ازاي تعرف تقرأ وتكتب وتطرح وتجمع بس. اكلمكوا عن ليه سبت كلية هندسة عشان افتح بيزنس خاص بي. بيقولك ان التعليم بيعلمك انك تبقى موظف طول عمرك مش انك تكون صاحب بيزنس، وفعلا ده حقيقي، وانه كمان مش هيخلي عندك الحرية المالية. بس نقطة من اول السطر، ما ينفعش تعتمد على الكلام ده بس، لان كل صاحب ورشة كان عامل وكل صاحب شركة كان موظف. يعني اللي اقصد اقوله، علشان تبقى كفاءة لازم تجيب السلم من تحت، عشان لما تبقى صاحب مكانة مرموقة تبقى عارف كل الالعاب اللي ممكن تحصل من الناس اللي تحتك. ما ينفعش الجامعة تعلمك تبقى صاحب شركة وانت لا تصلح انك تكون موظف، لان الوظيفة يعني التزام بمواعيد وتنظيم وإدارة شغل معين بجانب الاسرة، فانت لازم تكون فوكس طول الوقت. للتوضيح اكتر، لو جبت حد يعلمك السواقة، هو بيعرفك كل الادوات قبل ما تتعلم السواقة، وبعد كده بيعلمك تمشي بالراحة. لما انت بقى مستواك حلو في السواقة بقيت تجري لوحدك، يعني لازم تتعلم البيزكس الاول. يعني تعليم بيعلمك السواقة بالراحة. عايز تجري وتطور من نفسك وتفتح بيزنس خاص بيك، ربنا يعينك. وشوف، اي حد ما دخلش تعليم نهائي عمره ما يقول ان التعليم ملهوش لازمه. ليه؟ لانه ما عندوش المعرفه الكافيه. الناس بقى اللي بتقول ان التعليم ملهوش لازمه بعد ما اتعلمت فكرت انها كانت فتره ملهاش لازمه. عايز اقول لك، يمكن الفتره دي هي اللي جعلتك تفكر خارج الصندوق باذن الله، وتعرف حاجات اعلى واهداف اكبر. ما تروحش تجيب لي نموذج يكون 1% ما دخلش تعليم وبقى اسطوره من اساطير الزمان زي ايلون ماسك او بيل غيتس، لان دول اتعلموا علم يتوزع على جامعات فيض. ولان النسبة الاكبر للناس اللي ما دخلوش تعليم ما عملوش اي حاجة في حياتهم. حرفيا انا تعاملت مع شخص قدام معهد المحلة، ابنه عنده حوالي 15 سنة ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب. فما تقعدش تقول ان التعليم ملوش لازمة على الفاضي، لان انت كده بتقول للاجيال كتير جاية ان التعليم ملوش لازمة، عايزه يطلع يفكر فيه. هنقف لحد كده وان شاء الله نكمل باقي الفيديو في الجامعة. اعتقد ان المواصلات دي وقت ضايع، وخاصة كمان لو هي ساعة او ساعتين، فبجد هيفرقوا معاك. فحاول تستغلهم في قراءة قرآن او حفظ قرآن، لان احنا مقصرين فيه. ولو جيت تشوف هتلاقي نفسك بتضيع الوقت ده في حاجة فارغة جدا، انك قاعد تبص للشباك مش اكتر. 3 hours later. انقطعت عن تكملة الفيديو بسبب محاضراته كده ولسه مخلص، وان شاء الله نكمل الفيديو تاني مع بعض. واحد هيقول لي برضو الجامعه ملهاش لازمه، في سورسز كتير جدا ممكن اتعلم منها وابقى افضل كمان من طالب الجامعه. جميل، حلو السؤال ده منك. الافضل اني اقول لك هعمل سباق بينك وبين واحد انت مش شايفه، ولا اقول لك اعمل سباق بينك وبين واحد في نفس المكان ممكن لما تكون مش شايفه فتخاف انه يسبقك فتجري جامد جدا فتكسب، او تفكر نفسك كسبت فتخسر. يعني لما تكون في الجامعة هتبقى شايف كل اللي حواليك فتحاول تسبق، غير ما تكون لوحدك مش عارف انت وصلت لفين فتضيع وقت كتير من عمرك على الفاضي، فالموضوع هيبقى فيه ريسك. نكمل الفيديو بره لان انا زهقت من الوقفة هنا. في الجامعة عندنا الدكتور بيقول لك حاول تطور من نفسك وانك ما تكونش موظف طول عمرك. معنى كده ان احنا اهو استفدنا من خبرات الناس اللي في المجال التعليمي. يعني التعليم بيعرفك اهو انك هتكون موظف، وبيقول لك طور من نفسك وانك لازم يكون ليك بيزنس خاص بيك. وده ايه بقى؟ انا جيت. خلاص ماشي يا اسطى، صبح عليك اهو حبيبي. صبح على الرجاله. رجاله انا جبتكوا. الخلاص، التعليم المدرسي والجامعات لهم على فكرة دور مهم جدا في التنمية الشخصية. ده غير ان التعليم المدرسي والجامعات بيساعدك على تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والتواصل. ومن اهم الحاجات انه بيحط على الانسان ستريس، وده انا شايفه من اهم الحاجات اللي الانسان لازم يكتسبها، انه يعرف يشتغل تحت ضغط. نهاية
بدايه الحوار حاول تطور من نفسك جنب الجامعه، اتعلم اي حاجه تفيدك في مجالك او حتى غير مجالك، بروجرامنج او حتى ديجيتال ماركتنج، اي حاجه ان شاء الله هتفيدك. محدش عارف الصنيره هتغمز مع اي سمك. عامه ده رايي الشخصي، والاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. سلام.